صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. طبعا يعني امبارح كانت اجواء حاره جدا علينا كلنا، والناس اللي بتحب الصيف كانت مستخبيه من الجو الحر ده والرطوبه العاليه جدا والفرهده اللي كلنا شفناها امبارح. فسواء محبي الصيف او الناس اللي مش بتحب الصيف، امبارح ما كانش عاجبهم الجو، كانوا تعبانين جدا من الجو. اي حد نزل الصبح كنا شايفين الناس قد ايه بتشتكي انه الجو حار جدا، يمكن اجواء ما شفناهاش قبل كده في مصر لاول مره السنه دي. كمان درجه الحراره الحقيقه ولسه بدري، يعني احنا لسه بنتكلم ان احنا لسه في الربيع، واصله في القاهره في الظل ل 43. فتخيل بقى لما تبقى ماشي الساعه 1 الظهر في عز الشمس تبقى درجه الحراره كام. فعلا يا هدير، نزلت الصبح انت امبارح ولا امبارح؟ كنت في شغل وكنت مروح فعلا، بس حاولت ان انا اخلص شغل واروح على طول عشان الجو فعلا كان حر، فعلا كان حر. بس امبارح فعلا زي ما انت كنت بتقولي، محب الصيف ومحب الشتاء، عارفه انت الجدال بتاعهم يعني بتاع كل سنه كان صعب، يعني كان حد صعب على الكل. وعلى راي منا ما دايما تقول ايه، هنحب الصيف هنحب الشتاء، ما هو كده كده جاي. يعني الناس اللي ما بتحبش ده ما بتحبش ده، يعني لو ما حبيناهوش مش هيجي، لا كده كده جاي. لكن فعلا درجه الحراره كانت عاليه جدا امبارح. يعني احنا خلاص بقينا في مصر بقالنا كام سنه كده نتيجه طبعا التغيرات المناخيه، بكل تاكيد البرد بقى يكون برد جدا، وكمان الحر بيبقى حر لا يطاق. لكن يمكن اللي خف على الناس امبارح شويه انه كان يوم السبت وكان يوم اجازه فيه كتير من المصالح الحكوميه ومؤسسات كتير، عشان كده الحمد لله اليوم عدى على خير، الشوارع كانت فاضيه، مش كل الناس نزلت، والناس عدت ذروه الموجه الحاره. ان شاء الله النهارده يكون في انخفاض في درجات الحراره بمعدل حوالي 8 درجات هذه. يعني ده شيء احنا مستنيينه من امبارح وبنصبر بيه نفسنا الحقيقه. ويمكن يوم السبت الواحد سواء الناس بتكون اجازه مثلا وعندها اللي بيخرج واللي عنده مشاوير واللي بيبقى مأجل مشاويره ويعملها يوم السبت اتصدموا في الجو. يمكن انا امبارح شخصيا نزلت الساعه 5:30 وبرده درجه الحراره كانت لسه عاليه والجو كان حار، فمش عارفه لو نزلت الصبح اكتر من كده كنت هحس بايه يعني. فوالله ابدا كنت حاسه بالرطوبه وبالحر جدا يعني. فواضح ان الصيف السنه دي هيكون يعني في موجات حر كتير داخل علينا، علشان كده الناس بدات انها تصيف بقى من بدري، والناس ابتدت تاخد اجازاتها. ابتدوا امبارح نشوف يعني بقى نسبه اشغال على شواطئ اسكندريه، نسبه اشغال 100%. طبعا الناس في الجو الحر ده تهرب على طول وتروح على الشواطئ وتنزل البحر وتستمتع بالبحر وباجواءه الحلوه جدا في الحر ده. والحقيقه انه يعني ده حل جميل جدا جدا جدا. فلكل ساكني اسكندريه استمتعوا بالوقت واستمتعوا بالبحر لحد ما احنا نجي لكم بقى ونروح نصيف. ده بالنسبه للناس اللي عندها اجازات او اللي تقدر ان هي تروح. لكن في ناس فعلا بقى بنتكلم بجد عن الناس اللي بيكون شغلهم في الشارع في عز الظهر، دول ربنا يكون في عونهم، لانه الشمس بتبقى ضاربه في دماغهم طول النهار. الموضوع بقى صعب جدا عليهم، خاصه ان هيئه الارصاد حذرت الناس وقالت ان هم ما يتعرضوش لاشعه الشمس بشكل مباشر. وكان في نصائح كمان من هيئه الارصاد بانه لازم يكون في معاك كاب او غطاء للراس، لازم يكون تشرب ميه كتير خلال ساعات النهار عشان تعوض اللي جسمك هيفقده من السوائل في الجو الحار ده. ده شيء مهم جدا. ويمكن امبارح شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي كتير مبادرات من الناس بتتكلم انه تبقى سايب ميه ساقعه قدام بيتك طول الوقت، وكمان تبقى سايب طبق ممكن الحيوانات يشربوا منها، لانه في الجو ده الموضوع صعب جدا يعني كمان على الحيوانات. وكان يعني الحقيقه الناس كلها بتدعي لكل العمال المضطرين يكونوا موجودين في اماكن حر جدا وبيشتغلوا بيعملوا واجبهم في الشوارع في الاجواء الحاره دي. وممكن امبارح كان في لفته جميله جدا من محافظ هنا انه قرر انه عمال النظافه ما يشتغلوش من الساعه 12 لحد ما تتكسر هذه الموجه الحاره ويرضوا يكملوا شغلهم بالليل. الحقيقه كانت يعني حاجه مهمه جدا ان احنا نخفف بيها عن اهالينا ونسهل الامور كده عليهم، والصيف لسه بيبتدي وبيقول يا هادي. فنساعد كلنا بعض ان شاء الله، وان شاء الله كل الاجواء دي تمر علينا وعلى الجميع بلطف كده، والجو ان شاء الله يعني نقدر نتحمله. ونصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.